ازمه ايقاف الكويت في نادي الزمالك متى تحل؟ طيب خلينا نقول خبر كده سعيد لجمهور نادي الزمالك. هي خلاص الزمالك جمع مبلغ الغرامه، وكنت قلت لك هنا مع بعض اتكلمنا في القصه دي، وقلت لك ان الزمالك عنده اكتر من مبلغ بالدولار هيجيله من الكاف ومن الفيفا وكده. وبالفعل الزمالك قدر يجمع مبلغ الغرامه، بنتكلم عن غرامه سبورتنج لشبونه وكمان مستحقات اتشيمبونج اللي تسببت ايضا في عقوبه اخرى لايقاف القيد. فالزمالك خلاص بصدد ان هو يقفل الستاره يا كريم على القصه دي ويسدد الغرامات عشان يفتح القيد. طيب القصه دي هتاخد لها اسبوع. لما يفتح الزمالك القيد بقى مين اللي الزمالك مخلص معاه؟ طيب مين اللي مخلص معاه؟ في لعيبه كتير. الزمالك دايما كانت سياسته كريم من سنين او سياسه ادارته ان انا بتفق مع كل المتاح في السوق، واما عاوز اخلص بقى ابدا اخلص. طيب الزمالك بيتحرك في مين؟ او اهم صفقات الزمالك مؤخرا اللي بدا يتحرك فيها هو ناصر ماهر. ناصر ماهر نجم فيوتشر، واحد من اللعيبه اللي الزمالك او الوكلاء بتوع ناصر فتحوا خطوط تفاوض مع الزمالك واتعرض عليهم. وبالمناسبه ناصر ماهر السنه اللي فاتت كان ماضي للزمالك على عقد انتقال نهائي وعلى عقد اعاره. كان ماضي على عقدين، سواء ينتقل على سبيل الاعاره او ينتقل على سبيل البيع النهائي، ولكن فيوتشر تمسك باللاعب والمفاوضات وقتها ما اكتملتش. فالفتره الحاليه الزمالك بيكثف المفاوضات لضم ناصر ماهر. الزمالك برضه متارجت شويه كريم محمود حماده. مش دايما ما بحبش اتكلم عن الصفقات الا خلاص الكل عارف محمود حماده بنسبه كبيره هيبقى موجود في الزمالك. محمد شحاته لاعب وسط طلائع الجيش مد تعاقده مع نادي طلائع الجيش، ولكن الامور هتبقى سهله خاصه ان نادي طلائع الجيش منفتح لبيع اللاعب وما بيقفش قدام مستقبل اللاعبي الشباب. الصفقات بقى الافارقه لسه كل اللي بنتكلم فيه ده مجرد ترشيحات، زي ايوب عبد اللوي اللاعب الجزائري والمدافع الجزائري ده الزمالك كان فتح معاه مفاوضات، ولكن اللاعب كان الزمالك متفق معاه ان هيخلص نفسه من النادي ويجي فري. بمجرد ما الكلام طلع النادي تمسك ببقاء اللاعب واداله مستحقاته المتاخره، فالامور وقفت. فالزمالك بدا يرجع تاني لنقطه الصفر في التفاوض مع اللاعبين الاجانب. فزي ما قلت لك الزمالك محمود حماده، محمد شحاته، ناصر ماهر، دي الصفقات اللي الزمالك بيتحرك فيها قوي. الاجانب لسه، لان برضو في لعيبه الزمالك اتفق معاها فالامور باظت، فرجع تاني لنقطه الصفر.